بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والآخر من بين القضايا التي نالت اهتمام الفكر العربي المعاصر لأنها قضية ترتبط بالهوية العربية في مقابل الهوية الغربية. والآخر في الدراسات العربية يعبر عن الأجنبي الغربي الأوروبي، أما أنا العربية فإنها تعبير عن الذات العربية والشرقية بصفة عامة. ويعد إدوار الثاني إلى جانب العديد من المفكرين العرب أمثال حسن حنفي ومحمد عبد الجابري ومحمد أركان من المهتمين من المفكرين الذين تعرضوا لمسألة الهوية، حيث تطرق إليها إدوار سعيد من ناحية الاستشراقية كاشفة من خلال دراساته عن الإيديولوجيا الغربية الكامنة خلف دراسات غربية للشرق، لأن هذا الشرق بنى على أنقاضه الغرب هويته، معتبرا أن ليس له وجود في الواقع بل هو موجود فقط في مخيلة الأدباء الغربيين الذين كان لهم دور كبير في رسم صورة الشرق في ذهن الغرب. والآخر عند إدوارد سعيد في نظر إدوارد سعيد يتجدد ثلاث مفاهيم أساسية هي الاستشراق والإمبريالية والاستعمار، وقد تصدت الذات الشرقية بما في ذلك العربية الإسلامية إلى هذا القمع والاضطهاد من خلال العودة إلى مقومات وجودها كالثقافة التي تعد بمثابة أساس ارتكزت عليه المقاومة كأسلوب للرفض. والغرب عمل على إنشاء الشرق وتشكيل هويته من أجل أن يبقي نفسه في المركز معتمدا على العديد من الأساليب بما في ذلك المعرفة التي ينبغي أن تتسم بالموضوعية، إلا أنها تحولت إلى أداة في خدمة الاستعمار وفي خدمة السلطة. وبالتالي فإن هذه المعرفة التي أنتجت حول الشرق ما هي إلا نتاج لإرادات الهيمنة لم تتجاوز السلطة التي تخضع لها، وبالتالي فإن الحديث عن الاستشراق ما هو إلا حديث عن سلطة المعرفة ومعرفة السلطة. لذا يدعو إدوارد سعيد إلى مساءلة التاريخ الاستشراقي وكذلك المعرفة التي كونها الإنسان عبر التاريخ من أجل الكشف عن حقيقة الانقسام الهوياتي الذي يعيشه العالم، الذي يعيشه العالم اليوم من أجل والذي يجب تجاوزه، لأن العلاقات الإنسانية تتجه نحو الهجنة أين أصبح الأفراد لا يهمهم الانتماء ولا يأبهون الفروقات العرقية بل يتعايشون فيما بينهم رغم كل الاختلافات الإثنية، مؤكدا على دور المثقف في تنمية الحس الإنساني من أجل بلوغ العيش المشترك بين كافة الشعوب وبين كافة الثقافات. شكرا.